الحلقة الثانية عشر، ما الفصل الرابع في أسئلة هامة في الباب الأخير، الأسئلة هامة في الإيجارات. ما أنواع الإيجارات المحرمة؟ النوع الأول إيجار حيوان ذكر للتلقيح، يعني بود البقرة بتاعتي عند راجل عنده طور ذكر عشان يلقحها وادفع أجرة التلقيح دوت، الكلام ده حرام. طب إيه اللي خلاه حرام؟ حديث ابن عمر نهى النبي عن عسب الفحل، واحد عسب الفحل اللي هو ماء الذكر من الإبل أو البقر اللي هو المني بتاع الفحل. وعن جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، ضراب الجمل اللي هو المني بتاعه. وعن عبيد بن عمير يقول جاء رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله. طيب من رد على المالكية اللي بيقولوا يجوز دفع أجرة في الضراب عشان ده قياسا على أجر الرضاع؟ نقول له لا، ده قياس مقابل نص، ولا يجوز قياس مقابل نص. طيب ماذا يفعل الناس إذا كان ده السبيل الوحيد للتلقيح والرجل ده الوحيد اللي عنده ذكر؟ يربي الفحل وينفع به المسلمين ويعطيه المسلمين كرامة أعطية بدون اشتراط مبلغ معين. لحديث عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله إن نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. طيب النوع الثاني من الإيجارات إيجار القانون القديم. القانون القديم معناه أن أنا أجر منك والإيجار ده لا ينتهي في حياتي وحياة أولادي، والكلام ده حرام لأن ده غرر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، ونقل الإجماع على حرمته ابن قدامة والنووي، فلو تراضى الطرفان على غرر فهو مرده إلى الميسر. ده الدليل الشرعي. الدليل الواقعي على حرمة القانون القديم ان البلد ظهر فيها ازمة رهيبة في السكن، فكل واحد عنده 10-12 شقة ودكانين مأجرهم بخمسين جنيه، فقفلهم سايبهم ما مش فاضلهم، واللي محتاج لهم مش قادر ياخدهم. فالبلد فاضطرت الدولة ان تعمل قانون جديد في الايجارات. طيب ماذا يفعل من اجر قانون قديم؟ يحرم ان يبقى في الشقة ويجب ان يسلم الشقة لصاحبها إلا في حالتين. الحالة الأولى إن يكون دافع خلو والخلو ده لسه ما انتهاش. الحالة الثانية إنه هو ما يلاقيش مكان غير كده، بس ساعتها بقى تلزمه أجرة المثل، تلزمه يدفع له أجرة زي المثل بالظبط. طيب النوع الثالث من الإيجارات الإيجارة التي فيها كذب. واحد شغال في قطاع خاص فالشركة بتشتري حاجات فهو اجتهد فجابها بثمن أقل، فيحاسب الشركة بالثمن اللي هي عارفاه وياخد هو الفرق. ده حرام لأنه بياخذ أجرته على اجتهاده للعمل، والشركة بتدي له فلوس عشان يجتهد في الشغل أكتر وبتدي له أرباح، ده كده خان الشركة اللي هو شغال فيها، إلا لو صاحب الشركة عرف وسكت خلاص ده موضوع تاني. النوع الرابع الإيجار التمويلي. يعني إيه الإيجار التمويلي؟ أن تشتري الشركة سيارة وتديها للموظف وتقول له ده إيجار، ولو ما تخلص ثمنها يبقى ده ملكك، كأنه لو ما دفعش يروح واخد تروح واخده منه العربية وتقول العربية ده بتاعتي، ده اسمه الإيجار التمويلي. طيب حقيقته ده بيع بالتقسيط، أراد صاحبه أن يكون لهم الحق في مصادرة الأقساط المدفوعة عند تأخر العميل في السداد، فسموه إيجارا وهو بيع بالتقسيط في الحقيقة. حكمه حرام لأنه داخل في بيعتين في بيعة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، والشرط باطل. يعني إيه أنا أديك حاجة أقول لك ما تبيعهاش ودي مش ملكك؟ يعني أنت بتدفع ثمنها وإزاي أقول لك دي مش ملكك؟ طب النوع الخامس من الإيجارات المحرمة الإيجار على فعل العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم قوس من نار. أما أبي علم واحد
القرآن، وده كان فرض عين على الراجل وإن كان لازم إحنا نعلموه. أبي خد مبلغ فقال قوس من الإيه؟ من النار. إلا الإيجار لتعليم القرآن يجوز، والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذتم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وزوج النبي بتعليم القرآن. والأدلة المانعة من أخذ القرآن يا إما ضعيفة لإما صحيحة ولكن محتملة، إنه كان أبي بياخد على فرض العين وده يجب على المسلم يعلمه، أو إن الرسول نهى من علم أنه من إذا أخذ المال تغير. طب الراقي، الراقي كسبه مكروه، يكره أن يكون وظيفة فلم يعمله أحد من المسلمين. طب ما حكم التداوي؟ التداوي مستحب، قال النبي صلى الله عليه وسلم.